صديق بالخير يا صديق قلبي، شمورك عساك مرتاح. هذا والله العشم وهذه المنية، الله يجعلك مرتاح وين ما كنت. أذكار المساء يا صديقي، جعل الله يجعل دروبك دائما خضرة ومسمحة ومؤمنة يا رب العالمين. يلا 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 اركب ولا اسمع نفس، امشي اركب بسرعة ولا اسمع نفس. لا تقولني ما قلت لك اخذت لي قهوة، وش هي قهوتك باخذها لك؟ ولا تطول علي، 10 دقائق وماشي. تصحى من النوم اللي براسك يسولف، لا بد تمشي على هواه وتمشي انت على هواي. انا يلا توكلنا على الله، توكلنا على الله، بلغ عليك. يلا يلا يا ابوي يلا، 10 دقائق وماشي ترى. والله كلكم على العين والراس، بس انا تذكرت حاجه. امي تقول لا تاخذ احد معك، انا مشيت، لا عاد احد يجي. والشكوى لله ما بطفش بدونكم، ولا بحس بالضيقة، وأحس أني في ساعة من أمري، لكن الأمر لله سبحانه والمشتكى إليه ما يحصل دائما المكتوب والمقدر يعني من الله سبحانه وتعالى. صحيح أن ودي أني مشيت لحالي وهذا اللي حصل، في الشكوى لله سبحانه، إن شاء الله ما أعوضكم في الجايات. تكفون لا حد يشيل في خاطره، أمر الله. من بطن الرياض، البطن الخبر، البطن المنامة، علشان ارحبوا. لا لا بصور بس المطعم، علشان المطعم اللي هو منور يا ابو حسين. والله منور الدنيا يا ابو حسين. لا 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 طمني عنك. الله ابشركم. الرياض تبكي على فرقاك. والله اني اشتكي الرياض والله واجد. تشوفك ان شاء الله قريب. ها؟ تشوفك قريب ان شاء الله. لا لا ان شاء الله، لا ان شاء الله، لا لا تنور الدنيا. وصلنا المنامه في ذا المطعم، بنتعشى ان شاء الله وانت قهوه ونرد الخبر مره ثانيه. بس لازم نتعشى الواحد وياكل ايش؟ صح تفاح. الله يوفقك، قبل قهوه تنتج راسي مريض، بينطق راسي، بينطق بمريض. مساء الخير. والله والله مساء الخير. دقيقه طمني عنك مع كل اتجاهات يا صديق قلبي. انت شمورك؟ كيف دوامك اليوم؟ كيف اجتماعاتك؟ كيف مدرستك؟ كيف قلبك؟ قلبك بخير ولا ما هو بخير؟ شوف، لا يعني انه كنت مستعجل البارح والوالده قالت تاخذ احد انه يصنع هذا الشيء عتاب بيني وبينك. من اجمل الفنانات الله يجعلها في الجنه ان شاء الله. مساء الخير. تبغى تدرون اني اهم واحد ها؟ شلون؟ شوف بروح تروح معك يلا. خلنا نشوف يلا. يلا. ضعيف ضعيف سامحه. عطوه عطوه. اوه يلا يلا عزيز يا ابو. لا يا مجرم، لا 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 لا، الله الله الله. انت هو تطلع المنتجع ولا تطلع عن خلا؟ طلع من دوامه متنكد شوي، طبعا يداوم في الخبر هالفتره. قلت قهوتك عندي، وقهوه دوليه والله ما هي بالخبر يعني، ولا فيها كسور الكافيات الداخلية اللي في الخبر، لكن في البحرين يا ابو حسين. اي والله قلنا نقهويك نغير جوك. ليش ما رحبت بالطاولة؟ لا 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 الطاولات ما لها قيمة، لا حضرت عليها انت، وانت اللي تزودها، ما هي اللي تزودك ابو حسين. اخطيت بالغلط امس. الله يطول عمرك. نورت الدنيا يا ابو حسين. الله يبيك ان شاء الله. ومن الساعة 8 الصباح الى 5 العصر هدك عمل، الان ابغاك تروق لي اتجاهاتك كلها. وش تقول لسي عبد الله الجميري؟ والله سلامات يا ابو خالد. ولا توسوس كثير. لا توسوس كثير، تعال الرياض ونسوي لك خرطوبات ما عليك. بس ايش في الشميسي الرجال يدق على صدره يقول تعال للرياض ولا تشوفك عيني. احنا في هالمطعم بضيافة الجميل.
ابو سعيد الله يرحم والديك يكثر خيرك. دورت الشرقيه والله اني حرص جدا على شوفك. الله يجعلني فداك. مجملي من قبلك بزياده يا ابو سعيد. الله يجعلك على القوه. الله يقويك. وحرصت على لقياك لانك عبد الخالق ما انت احد غير. هلا يا ابو سعد ارحب. الله يرضيك. احنا حشينا واحد قبل شوي. الله يرضيك ابو سعيد. الله يسر عليه ان شاء الله. امين. حياك الله ونور ام الدنيا. فديت وجهك نور المرام يا ابو حسين. حياك الله. اسمي حي الله ابو سعد. الله يرضيك. تطلع اطلع من الدوام واحصل هالوجه الطيب قدامي. استقبالك خدامك ابو حسين. الله يعزك يرفع قدرك. احلى قهوه في البحرين. الله يعزك يرفع قدرك يرحم والديك. تدري ان هذا افضل وقت اصورك فيه؟ مع الجنب مع الغروب قصدك؟ لا خلي الغروب. بدون الجوال. ما انت ماسك الجوال. بس ما تقدر تمسكه. لا ما تقدر. ليه؟ ما تقدر. عشان ايش؟ 500 ريال. كم؟ 500 ريال. صح والله. وما فيها خصم. ما في اي كود خصم فيها تدفعها. الله يبسيكم بالخير جميعا. ابد والله مداوم مشتط اليوم والله. والله يا اخي تعب. تعب والله. والله تعب لكن التعب ان شاء الله يكون مخلوف. يا رب. يا رب. قال لي بليهان قال معزوم على القهوه. قلت الله يغنيك. بليهان هذه انا ما احبها ما احب اسمعها. بليهان بليهان. قال لي معزوم قال لي الغالي معزوم على القهوة. إيه ولا قهوة دولية برضو مش محلية. ها؟ قهوة دولية إن شاء الله. الله يعين. في مملكة البحرين. الله يغنيك. بليهان والثاني وشية خشماء إيش يسميه هو؟ شهبان. شهبان ما الكلمة هذه ما أحب أسمعها. فوق على الشوب. صورت ابغى اقول لكم المكان الطيحه الغريبه صراحه. انا جيت طلعت من البيت اتامل الطيحه او اتامل المكان. غريب صراحه المكان غريب. اول شيء المكان ضيق. انا جيت من هناك وماني بذاك المسلع يعني صحيح انه يعني ماني قاعد اركب. طحت هنا. سبحان الله الطيحه غريبه. المكان ضيق. يعني لو تقيس الان تقول لو طحت هنا بجيك شيء. هذا مثل البلسم على الجرح. ابني خليني اتركز عليك. ها؟ اتركز عليك انا. لا اتركز علي انا. انت الان لحالك. حط رجلك ارفع ظهر نفسك. قدم رجلك هذه اليسار. كيف اقدم هذه؟ هذه اليسار. وبتركز على اتركز على لا تركز على الاكازات. على الاكازات هذه. ارفع رجلك اليسار. ايوه نفسك يا ارفع نفسك كيف؟ ايوه ارفع عكس ايوه يلا وبعدين نفسها نفس الطريقه ايوه ايوه نفس الطريقه طبعا انا لقيتكم ممتاز كثير بعد مساكم الله بالخير. عبد الله ليش قاعد تركب عربيه؟ عبد الله الايام هذه وايام بدايه الكسر ايام مؤلمه صراحه. يعني المشي عليها صعب حتى على العكاز صعب. انا لا مشيت اربع خمس خطوات على العكاز اقول الحمد لله. بس لا التحركات الكبيره يعني روحت المستشفى رجعت المستشفى لازم تكون عربيه لانه يعني ما تقدر اكثر من كذا وخاصه انه الرجل الثانيه بيكون عليها اعتماد كلي فما اقدر لانه لياقتها شوي لكم عليها فما اقدر صراحه
أتكي عليها أكثر منك. فلكن أنا أشعر بنعمة عظيمة، وحسيت بشعور ذوي الاحتياجات الخاصة اللي يركبون عربيات واللي كل حياتها على عربية. الله يعطيكم الصحة والعافية، ولا يرينا وياكم مكروه، وحنا نعيش في نعمة عظيمة. ما تعرف النعمة اللي فقدتها. أي والله بيض الله وجهك على الكلمة. إيه ما تعرف النعمة اللي فقدتها. أكثر واحد. الله المستعان. صلى الله عليه وسلم. متواجدين في السوق واقف، تبون اعطيكم فعاليه من لا شيء؟ يا عيال يا سلامي عليكم يا سعوديه، يا ديار الشيم يا دار الابطال يا سعوديه، حي الروح الحيه اشهد انك اصل طيب الغالي، يا سلامي عليكم يا سعوديه، يا ديار الشيم شوفوا الاجواء جدا حلوه. مرحبا، الله يجعله بالعافية. العظيم اني اشتقت لكم. حي السعودي، حي السعودي، الله حي السعودي، الله حي السعودي، حي السعودي، الله حي السعودي، ايوه جعله بالعافية، جعله بالعافية. مرقنا ترى موت اذنا لحبيبنا طبعا يا ربع الوضع متوتر جدا، الوضع متوتر جدا، نبغى نصدي على غرفة عبد الله، انا قصن عقال وساعد ناقصة طاقية، عبد الله نايم وبطاقة غرفته معي، فالان ان شاء الله معلش
طبعا وصلنا مشيرب بنتكين قهوه ونحلي ونعيم من الله خير ونضحك، وبعدها ان شاء الله بنوجه انا وابو نزال الى مباراه العراق واندونيسيا باذن الله. يا مرحبا، مساكم الله بالخير. العراق اللي نحبهم جدا ونغليهم جدا، اليوم بايكم الفوز ان شاء الله. حبيبي اولا انت اهم من الفوز. انا شفت اربع شباب نادوني بكلام طيب وحلو، فانا راسا انفتحت وياهم. اللهم لك الحمد. دائما كل اخواننا العرب حساب وهمي يكتب كلام على السعودي، هذا الشيء اللي انا حساب وهمي سعودي يكتب كلام على العراق. عباس المحبه هي طريق وجسر، احنا على طبعا وصلنا الملعب الان ان شاء الله بندخل مباراه العراق واندونيسيا. بالتوفيق لسعود الرافدين والله يوفقهم ان شاء الله. ابو نزال نبي نشعل المدرجه هذا اليوم، نبي. يا مرحبا، في فعاليات وراي بس ما ادري وش بالضبط. I'm sorry. Okay, okay. 3, 2, 1. We are Daniel Water Park. 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 We أتو ابعد عني، تكفى ابعدوا يا الربع ابعدوا. ايش في يا هو؟ طبعا في جمهور جايين من تونس الخضراء، جاتكم للبطولة ككل، من اخذها؟ اليابان. فاينل اليابان. طيب نروح عند الاخ الجميل، توقعك؟ والله توقعاتي انا محصورا بين ثلاثة دول، يعني اليابان قطر والسعودية. الأمنية منتخب عربي إن شاء الله. منتخب عربي الجميلة ألين، أهلا وسهلا. سمية أختي أنت، قولي السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. يا رب عد الشداء عد هذا. وش وش سالفة يا ربع؟ أخو العيال يا ولد. حسب بس وقف قدامه، يقف وقف قدامه كده. يقف طلع المدرج اللي احنا فيه، مدرج الاندلسي. عبد الله كيف الطريقه؟ انا خلني احضر مع اندلسي. والله هذي مدرسيين. يلا يعني ان شاء الله عاشوا. هجم هجم اندلسي. برا 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 شاء الله برا شاء الله. Тогда тебе цена считать потерь, сумма нули погибает на сцене, снова один. Салам алейкум. Зрия. بيض الله وجهه وسود الله وجهك انت. ما خلاص تأكدنا ان شاء الله ان المنتخب العراقي بيفوز، فلذلك بنطلع وبنروح سوق واقف. سوق واقف يقولون ذا اليوم مشعل، الجمهور السعودي ذا اليوم مسوي سوايا، فبنروح ان شاء الله سوق واقف ونغطي لكم فعاليات واحتفالات الجمهور السعودي سنافن الفوز عند اخواننا. وطالعين طبعا غيرنا الوجهه من سوق واقف الى درب لوسيل، يقولون هنا في فعاليات وفيه وناسه زي ما تشوفون. الاجواء مشتعله، كيف الاجواء عبود؟ جدا ممتعه. جدا ممتعه؟ اي والله اخوتك ممتعه طال عمرك حبيبي. تسلم. طبعا ابتدات فعاليات البوث السعودي. عيشوا من كثر ما ان الالتقاطه حلوه صورت منها اربع صور ونزلتها كل ابوها تبصروا فيها.